أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه. أما بعد، وقفنا في وصف النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين، قال: ولا تغضبه الدنيا، صلى الله عليه وسلم، وما كان لها لدناءتها ولخستها ولحقارتها، فإذا تعرض للحق لم يعرفه أحد ولم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، يعني ينتصر للحق، لا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم ولا ينتصر لها. إذا أشار أشار بكفه، وفي هذا تكريم للمشار إليه، بخلاف لو أشار بالإصبع في شوية احتقار لمن أشار إليه أو تنقيص. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أشار أشار بكفه تكريما لمن يشير إليه. إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، يعني هكذا، دليل على التعجب. وإذا تحدث يصل بها، يضرب براحته اليمنى باطن إبهامه اليسرى، يعني هكذا، إذا تحدث يفعل هكذا. وإذا غضب أعرض وأشاح، أعرض عن من يراه، فيعرض لئلا يرى وجهه غاضبا، حتى لا يرى وجهه في صورة الغضب. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم، ومن أدبه وأخلاقه وشمائله صلى الله عليه وسلم. وإذا فرح غض طرفه تواضعا لله تعالى، جل ضحكه التبسم، يعني معظم ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان تبسما، مرات قليلة جدا اللي يضحك النبي عليه الصلاة والسلام، والراوي يقول: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. وهذا يعني من إيه؟ من مكارم الأخلاق. جل ضحكه التبسم، ويفتر عن مثل حب الغمام، يعني إذا تبسم تظهر أسنانه، حب الغمام اللي هو كأن يعني قطع ثلج من السحاب. قال الحسن، سيدنا الحسن بن علي، بعدما قال ما يعني أخذ هذه الأوصاف النبوية الشريفة: فكتمتها الحسين اللي هو أخوه ابن علي زمانا، ثم حدثته فوجدته قد سبقني إليه، يعني لقيت الحسين بعدما أنا بحدثه أنه سبقني إلى هذه الأوصاف وعلمها، فسأله، يعني سأل مين؟ سبقني إلى من؟ إلى خاله هند ابن أبي هالة، وسألوا عن هذه الأوصاف، فسأله عما سألته عنه، وجدته قد سأل أباه، سأل كمان مين؟ سيدنا علي بن أبي طالب، عن مدخله صلى الله عليه وسلم، يعني كيف كان يدخل وماذا يصنع في البيت ومخرجه ومجلسه وشكله، فلم يدع منه شيئا. قال الحسين: سألت أبي عن دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: كان دخوله لنفسه مأذونا له في ذلك، وكان إذا أوى إلى منزله، يعني إذا رجع إلى منزله وذهب إليه، جزأ دخوله ثلاثة أجزاء، يعني الوقت اللي هيمكثه في البيت يقسمه على ثلاث إيه؟ أقسام: جزءا لله تعالى، وجزءا لأهله، وجزءا لنفسه. يبقى في البيت لابد كمان في جزء لله وجزء للأهل والأولاد، يجلس معهم، وده مش من وقت النوم، يعني وقت الأولاد غير وقت الأكل والنوم. وجزءا لنفسه، يأكل منه وينام فيه ويقضي حوائجه. ثم جزأ جزءه بينه وبين الناس، يخلي كمان الجزء بتاعه ده بينه وبين الناس، فرد ذلك على العامة والخاصة، يعني وقت الضيوف كمان مش من وقت الأهل والأولاد، وقت الضيوف في البيت غير وقت، نظام عجيب جدا النبي عليه الصلاة والسلام يصنعه. فرد ذلك على العامة والخاصة، لا يدخر عنهم شيئا. وكان من سيرته في جزء الأمة إيثار أهل الفضل بإذنه، يعني يأذن لأهل الفضل، وقسمه على قدر فضلهم في الدين. فالفضل هنا النبي عليه الصلاة والسلام بنسبة الدنيا، ولكن بنسبة الدين. فمنهم ذو الحاجة، ومنهم ذو الحاجتين، ومنهم ذو الحوائج،
فيتشاغل بهم ويشغلهم فيما أصلحهم، والأمة من مسألته عنهم، يعني فيما أصلحهم وأصلح الأمة، فيما ينفعهم وينفع الأمة، من مسألته عنهم، يسأل عن أحوالهم وأحوال الآخرين، أحوال الأمة وأحوال الناس، أحوال المسلمين وأخبارهم، وإخبارهم بالذي ينبغي لهم، ويقول ليبلغ الشاهد الغائب. يعني في ناس ما حضرتش، فالموجود يبلغ من لم يحضر. وأبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغي حاجته، فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها إياه ثبت الله قدمه يوم القيامة. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كمان يأمرهم أن يوصلوا إليه مسألة الناس الضعفاء البسطاء المساكين الذين لا يستطيعوا أن يصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يذكر عنده إلا ذلك، يعني الأمور المهمة. ولا يقبل من أحد غيره، لا يقبل من أحد سفاسف الأمور، يعني ما لا يعطي مجال لسفاسف الأمور أو للأمور الصغار اللي هي تضيع الوقت. يدخلون عليه روادا، يدخلون عليه روادا، وفي رواية زوارا، وده الصواب إن هي روادا كما في الشمائل للترمذي. ومعنى الروادا يعني طالبين للعلم. ولا يفترقون إلا عن ذواق، ضربه مثلا لما ينالونه عنده من علم وأدب يقوم لأرواحهم مقام الطعام لأجسامهم، ويشبه أن يكون على ظاهره أيضا، يعني برضو يقدم لهم إكرام الضيف، أي لا يفترقون إلا عن شيء يطعمونه، أي غالبا. وفي رواية ولا يفترقون ولا يتفرقون إلا عن ذوق، ويخرجون أدلة، يعني فقهاء يدلون الناس على الخير والعلم. قال وسألته عن مخرجه، ده سيدنا الحسين بيسأل أبابا سيدنا علي كيف كان يصنع فيه، كان بيعمل إيه أما يخرج. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخزن لسانه، يعني يحفظ لسانه إلا بما يعنيه، ويؤلفهم يعني يجمعهم ويجعلهم رحماء فيما بينهم كأنهم نفس واحدة، يعني تأليف يعني تجميع جمع. نعم. ولا ينفرهم، يعني لا يفعل بهم ما يكرهون حتى لا ينفرون. ويكرم كريم كل قوم، إذا جاءكم في الحديث كريم قوم فأكرموه، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، كمان يخليه هو الايه ده يعني أوقع وأجمع للقوم وأدفع للخلاف، ده الكبير بتاعهم خلاص، يبقى هو الايه الحاكم أو الوالي أو الأمير المسؤول عنهم. ويحذر الناس، يحذر الناس، وفي رواية أي يحذر بعض الناس من بعض، ويأمرهم بالحزم، ويخوفهم من عذاب الله وأليم عقابه. وممكن تمشي برضو يحذر ويحترس منهم من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره، بدون ما يعني يقابل أحد بالإيه يعني بوجه عابس أو شيء، لا يعني دائم البشر صلى الله عليه وسلم، من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه، يتفقد أصحابه، يسأل عن أحوال أصحابه، ويسأل الناس عما في الناس، أحوال أصحاب وأحوال الناس كمان. ويحسن الحسن ويقويه، شيء حسن يمدحه ويزكيه يقويه، ويقبح القبيح ويوهيه، يعني يضعفه ويوهنه. معتدل الأمر، يعني معتدل في شؤونه صلى الله عليه وسلم، في شؤونه صلى الله عليه وسلم، غير مختلف، غير مختلف، لا يغفل مخافة أن يغفل أو يميل. الميل اللي هو يعني يميل إلى الدعة والرفاهية. لكل حال عنده عتاد، يعني لكل شيء استعداد، لكل شيء عنده استعداد وتأهب. نعم.
ولا يقصر عن الحق ولا يجوزه يعني إلى غيره، يعني الحق أحق أن يتبع، يعني لا يقصر عنه بأن هو لا يبلغه ولا يبالغ بحيث يتعدى الحق، لا هو الحق فقط يلزم. شوف الوسطية دي اسمها الاعتدال والتوسط. الذين يلونه من الناس خيارهم، يحط ورا منه في الصف أو في أي شيء أو يستخلف خيار الناس، يعني اللي هم الأزكى والأفضل. وكان في الصلاة يقول ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني أولو العقول، أفضلهم عنده أعمهم نصيحة، اللي هو بيبذل النصيحة للعامة ده أفضل، وعند الله كذلك، وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة وموازرة، اللي يواسي الناس بنفسه وبماله ويؤازرهم، يعني أعظم منزلة عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسألته عن مجلسه كيف كان، قال فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكر، إذا جلس يذكر وإذا قام يذكر، دائم الذكر، ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها، يعني لا يخصص لنفسه موضعا أو مكانا يجلس فيه وينهى عن هذا صلى الله عليه وسلم. وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، إذا انتهى إلى مجلس أو إلى قوم يجلس فيه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو سيد القوم وسيد المجلس، ومع ذلك يجلس في النهاية لأنه يعني سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. نعم. ويأمر بذلك، يعطي كل جلسائه نصيبه، كل واحد من جلسائه له نصيب، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه، كل واحد يظن أنه هو المقرب عند النبي صلى الله عليه وسلم والمحبب والأكرم. من جالسه أو قاومه في حاجة صابره، إذا جه إنسان يسأله مسألة في وضع الجلوس يفضل جالس معاه، وإذا كان في وضع القيام يعني واقف معاه يفضل قائم عليه الصلاة والسلام، صابره حتى يكون هو المنصرف عنه، يعني صبر بقى وسعة صدر عالية جدا. ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها، بحاجته أو بميسور من القول، يعني ما كان ينهر السائل ولا يعني يعبس في وجهه، وإنما يلطف له الحال، إذا حتى المسألة أو الطلب مش موجود فيهون عليه ويلطف له ويبشره، يعني ميسور من القول، يعني بحيث حتى إذا لم يرجع بالحاجة يرجع بإيه؟ يعني اطمئنان نفسي وسكينة. قد وسع الناس منه بسطه وخلقه، فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء، يعني كأني عامل الناس بعاطفة الأبوة، بعاطفة الأبوة ليه؟ عشان فيها الحكمة. مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة، المجلس كان يعني توجد فيه هذه الأوصاف، الحلم والصبر والحياء والأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تؤبن فيه الحرم، يعني لا تنتهك فيه الأمور المحرمة، لا يخاض في غير الحق، ولا تنثى فلتاته، يعني لا تنشر ولا تفشى فلتاته، خلاص في ستر كمان، يعني لو في لا قدر الله حدث شيء في المجلس يستر ولا يفشى. متعادلين أي متوافقين، يعني يجلسوا متعادلين متساويين، لا يتكبر بعضهم على بعض، لا يتكبر بعضهم على بعض، يتفاضلون فيه بالتقوى، متواضعين، يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير، يؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب. وإن شاء الله نكتفي بهذا القدر، ويبقى لنا أيضا بقية في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله في الحلقة القادمة. جزاكم الله خيرا، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.